سلام عليكم على كل اللي بيسمعنا. النهاردة حلقة جديدة من ديتا بودكاست بالعربي. النهاردة معانا أول جيست مصطفى. مصطفى علاء هو ديتا لياب سوليوشنز أركيتكت في أمازون. ده تايتل طويل جدا بس باين عليه مهم. فأول حاجة أنا رحب بيك يا مصطفى. ازيك عامل ايه؟ أهلا بيك وسهلا بالناس اللي بتسمعنا. خلينا كده نبتدي بإننا نعرف إيه يعني تحكي لنا على الكارير بتاعك، أنت عملت إيه في الفترة دي لحد ما وصلت لأمازون وبتعمل إيه في أمازون؟ خلينا نعرف شوية عن الباك جراوند بتاعتك. هو أنا في AWS الأول، أنا عارف إن هي متفشت كتير بس أنا في AWS مش في أمازون. طيب أنا اسمي مصطفى محمود. أنا اتخرجت 2013 من حاسبات حلوان واشتغلت أكتر من شركة في مصر، بس مني كان أكتر وقت كان في اتصالات مصر في Data Warehouse Team as Data Integration Engineer. اشتغلت حوالي سنة وثلاث أربع شهور كده، بعد كده كان معظم شغلي هناك لعقم Data Warehouse ETL وكده. بعد كده سافرت الإمارات، اشتغلت هناك حوالي 3 سنين أو سنتين 9 شهور حاجة زي كده. كنت أول واحد في التيم هناك وبدأت إن أنا أبني البيج داتا سولوشن هناك فروم سكراتش. يعني كان البلاتفورم هناك مختلفة شوية عن سطح مصر، مش داتا وير هاوس بيور، كان بيج داتا وستريمينج. اشتغلت هناك مدة حوالي 3 سنين لغاية ما بنينا البلاتفورم. بعد كده نقلت بولندا، اشتغلت هناك سنتين. في بولندا كان التايتل بتاعي مختلف سنه، كان اسمه ماشين ليرنينج انجينير. هو يعني هو طبعا نفس اللي كنت بعمله في يعني في اتصالات سواء مصر او الامارات، بس الاختلاف ان كنت بعمل شغل له علاقه بالماشين ليرنينج والماشين ليرنينج اوبس اوبريشن. اشتغلت هناك مده سنتين في بولندا. بعد كده نقلت لندن في شركه ستارت اب اسمها اونفيدو، كنت شغال في الداتا تيم بنبني برضه داتا وير هاوس، بس كان ستايل مودرن ستاك مختلف، ما كانش مني بيج داتا، كان داتا. يعني الفرق بينهم ان كانت داتا كبيره، بس كان البلاتفورم نفسها كانت مختلفه شويه في الديزاين. بعد كده بعد سنه في اونفيدو جالي فرصه ان انا يعني بعد حوالي 9 سنين من الكارير بتاعي ان انا موف للسولوشن اركتكشر في الداتا. فانا التايتل بتاعي دلوقتي اسمه داتا لاب سولوشن اركتكت، انا مش سولوشن اركتكت ان جنرال، بس انا في الداتا سولوشنز. يعني فانا معظم شغلي علاقه بان انا بديزاين سولوشنز لكاستمرز بتوع اي دبليو اس. كل اسبوع كل اسبوعين بنعمل ديزاين سولوشن، بنمبلمنت سولوشن، نشوف مشاكله ايه وهكذا. يعني حاجه اخيره، انا معايا ماستر اوف ساينس من جامعه النيل في مصر، عملتها بقى كده وانا شغال بس كده. ما شاء الله امبرسيف جدا. من اللي انا شايفه انك انت عندك يعني اكسبيرينس في حته انك تبيلد الداتا بايبلاين يعتبر اند تو اند، يعني اللي هو من اول حته ان احنا بنجيب السورسز من بره وندخلها جوه الداتا وير هاوس وبعد كده ترانسفورميشنز جوه الداتا وير هاوس. فانت عندك اكسبيرينس في البايبلاين يعتبر كله. ممكن حته الريبورتنج انت ما ذكرتهاش عشان ممكن ما اشتغلتش عليها بشكل مركز، او هي مثلا نوت وورث انك تمنشنها، بس اللي هي الكور بارت اوف الاكسبيرينس بتاعتك حته الديزاين الداتا بايبلاينز. وهي دي يعني دي من الحاجات اللي احنا كانت اصلا شغلانه الداتا انجينير على حد علمي كانت مثلا ما كانش في حاجه اسمها اناليتكس انجينير مثلا من 4 سنين ولا داتا وير هاوس انجينير. كان الداتا انجينير ده المفروض ان هو بيعمل كل حاجه. بعدين انقسمت يعني ظهرت جوبس كتير جديده في الداتا. وممكن دي حاجه اول سؤال ان عايزين نسالك عليه، يعني ايه الديفينيشن بتاع الرول بتاع الداتا انجينير؟ هل في ديفينيشن مودرن للداتا انجينير دلوقتي لما في شركه بتطلب داتا انجينير؟ ايه التايبس اوف جوبس اللي موجوده اوت ذير؟ يعني بص، هو طبعا دايما اجابه اي سؤال بتبقى ديبنس، يعني نقعد نقول ديبنس لغايه اخر اليوم. بس يعني هي لو قلنا بشكل عام، هو دلوقتي بسبب ان الموضوع بقى فيه تفاصيل كتير، بقى فيه فانكشناليتي اكتر، الستاك بدا شويه كومبليكيت في السولوشنز، بدات الناس شويه تسيبريت شويه تايتلز. يعني يعني ممكن تلاقي شركات عايزه واحد داتا انجينير بس ده وظيفته يبني بايبلاينز بس، اي تي ال، يجيب داتا من سورس سيستم وخلاص.
في شركه تقول لك انا عايزه واحد لا هو داتا انجينير بس هو بيعمل كل حاجه من اول ما يجيب بايب لاين للريسورس داتا يبني الموديل للريبورتنج كمان. كان شركه تقول لك انا عايز واحد كمان بقى ماشين ليرنينج انجينير هو بيبني بايب لاين بس كان بيسبورت الماشين ليرنينج تيم في انهم يبني لهم البايب لاين بتاعهم اللي بيودي موديل برودكشن. الفكره بصراحه لو جينا اتكلمنا فيها بشكل تفصيلي هي بيزد على الشركه بتعمل ايه. يعني كل شركه موضوع انا دايما بلاقي شويه مقالات كده اونلاين كتير بالذات على ميديم يعني بلاقي ان كوش يقول لك ازاي تبدا كاريرك او يعني ازاي تبقى داتا انجينير. فالكلام بيبقى عام ان هو كل الشركه لها الستاك بتاعها الخاص. يعني انا اشتغلت مثلا في 5 شركات في 5 دول مختلفه تقريبا يعني شركتين بس كانوا نفس الرول وباقيين كلهم كل حاجه بحاجه مختلفه تماما عن اللي قبلها. فالموضوع دايما بيبقى مختلف بيزد على الشركه بتعمل ايه وبرضو الحجم الشركه كوربريت مثلا فتلاقي ان كل فانكشن صغيره في حد ماسكها ولا شركه ممكن تكون صغيره شويه فانت اصلا ممكن تكون بتعمل كل حاجه من اول ما بتجيب الداتا للبايب لاين حتى للانفراستراكشر كمان. دي برضو ممكن تعب بتخش في الاوبس كمان ورك وناس كتير مش بتحب الكلام ده. انا مش بقول الناس كويس عارفه كل الكلام ده بس بقول انه على حسب البوزيشن وحسب الشركه يعني. فاهم قصدي؟ من كلامك يعني انا بحس يعني والامبريشن بتاعي عامه على البوزيشن بتاع داتا انجينير ان هو وايد قوي يعني هو محتاج سكيل سيت ضخمه ساعات بحس انها مش ادميه حتى اللي هو ان شخص يبقى بيماستر كل الحاجات دي ان هو شاطر في كل الحاجات دي مش عارف دي يعني يعني انا ببقى شايف ان هو ده شخص مثلا داتا انجينير انا شفت داتا انجينيرز بتسيت اب التولز وتران كونتينرز وتقوم الكونتينرز وتعمل لها مونيتورنج وكل ده عشان الناس تانية تستعمل التولز دي وفي هم بيعملوا سيت اب التولز دي بعدين يستخدموها ويبيلدوا اوفر ات بيعملوا كل حاجه. فبحس ان الموضوع يعني حته انك تحط له رود ماب وانا شفت رود مابس على جيت هاب رهيبه ضخمه ده هي انت محتاج تبقى عارف كل حاجه في الدنيا انت سوفت وير انجينير شاطر وفاهم في الديف اوبس والسوفت وير اللي هي بيسموها الاس ار اي يعني وبتبقى فاهم في الديتا بايب لاينز والديتا وير هاوسنج. فبحس ان احنا محتاجين زي بيزك ريكويرمنتس كده لو حد عايز يبتدي الكارير بتاعه في الديتا انجينيرنج ايه المحتاج الحاجات اللي هو محتاج يركز عليها. هو كان بس حلقة. نزود حاجه سؤال لو ينفع يعني دلوقتي اصلا كان في جوبز برضه احب اشوفها حاجه بيسموها داتا سيرفيسز انجينير او سوفت وير انجينير ان داتا. يعني ايه الفرق ما بين الداتا سيرفيسز انجينير وما بين الداتا انجينير والماشين ليرنينج انجينير ما بين الحاجات وماشين ليرنينج انجينير يعني من خبرتك ايه الديستنكشنز اللي انت شايفها؟ طيب خلينا اجاوب على السؤال في الاول. هو يعني هو كلام كريم منطقي وكلامك انت حتى كان في حلقه الثالثه تقريبا من بودكاست اكو كنت بتتكلم ان والله احنا لو مشينا على اللود مابس دي مش نخلص فاحنا عايزين نبدا بحاجه بيزك بعد كده ناس تكمل. فانا عجبني النقطه دي. انت والله اي حد بيبدا في المجال عامه هو مجال برمجه يعني محتاج يعرف حاجتين بسيطات قوي يعني او ات ليست في البرسبكتيف بتاع الداتا انت تعرف برمجه بايثون مثلا وتعرف داتابيز لانجويج مثلا اللي هي سينتاكس سيكوال مثلا حلو ده بيزك يعني اكيد واحد بيبدا في المجال بيبدا بالكلام ده وانا اصلا بدات كنت كده. هو بعد كده بتبدا لو انت في الداتا انجينير بتبدا تدوس اكتر توورد الداتا سيرفيسز يعني بتبدا تشوف الداتابيز شغال ازاي تعرف تفصيليا اكتر بتشتغل ازاي الديزاين بتاع الموديل الداتابيز اندكس او انجن شغال ازاي ايه ديفرنت تايبس داتابيز ايه اليوز كيس كود داتابيز بتبدا تعرف اكتر داتابيز. مش هتلاقي نفسك اكتر بتكتب فانسي كود مثلا مش مركزين على الفانسي كود مش مركزين على ان احنا اوبتمايز الملي سكندز في الكود والكلام ده. تلاقي الناس بتوع الداتا دول ما همش عقبه كده الكلام ده اصلا مش احنا اصلا شغالين على تيرابايتس اوف داتا وعندها ليتنسي اصلا بالمينتس اصلا مش فارقه معانا السكندز بتتكلم عليها ما عدا شغال ستريمينج يعني. فتلاقي دايما الناس تبدا بالبايثون وكده بتخش على الداتابيس تبدا تغوص شويه في الداتابيس ازاي يعني الحته بتميز الانجينير في مجالنا هو مدى فهمه للتولز على الداتابيس والداتابيس شغال ازاي اكتر يعني. بعد كده بقى نبدا نخش تفاصيل اكتر بقى. بس قبل ما نخش في الحته دي لو اي حد بيبدا في المجال انا مش شايف ان هو محتاج يبص على يعني مثلا لو جيت قلت لي انت تعرف بايثون او تعرف سكالا او تعرف شايف ديبيز او تعرف ديف اوبس كنت الكلام ده كله انا يعني اتخرجت من الكليه عرفت كل مره واحده لا هي بقى الفكره انك تعرف بيزك بايثون وسيكوال تشتغل تاخد انتري جوين مثلا في داتا انجينير بوزيشن جونيور بعد كده تبدا تتعلم حاجات اكتر بقى الداتا موديلنج كده تتعلم حاجات ثانيه حسب التراك. يعني انا مثلا
لما كنت في اتصالات مصر، اتصالات امارات، اتصالات مصر مثلا، كان كل الشغل الناس هناك كانت بتعلمني كل يوم اصحى الصبح كده اروح الشركه، يعلموني يعني ايه داتا موديل، يعني اي تي ال بايب لاين، ازاي تظبط الاي تي ال بايب لاين بتاعك، مش محتاج تعرف حاجه تانية. مش يعني ما حدش علمني ان مثلا تي داتا انجن شغال ازاي، لا كانوا يقعدوا يعلموني الداتا موديل شغال ازاي، تعمل داتا موديل اصلا، ويفهموني التفاصيل دي. قعدت كده مثلا سنه ونص ما بعملش غير كل يوم واحد الصبح حد من السينيور بتوعي يقعد يقول لي ازاي تبني موديل. بعد سنه ونص في الكلام ده رحت صدر الامارات مثلا، كان ستاك مختلف تمام، مش عايز سبارك، محتاج ادوس اكتر، افهم ديستريبيوتد سيستم وافهم هدوب. كنت بعمل ماجستير في ده، بس اقصد يعني كنت فاهم ديستريبيوتد سيستمز، بس انك انت تغوص فيها فده تراك مختلف تماما، تفهم بقى ديستريبيوتد شغال ازاي، هدوب شغال ازاي، انجن هايف، سبارك، كافكا، ده ستاك مختلف. انا قعدت سنين بشتغل فيها عشان اعرفه، يعني انا لازم قلت لك بقيت بايثون او مثلا سكالا وسيكوال، بعد كده داتا موديل، بعد كده سبارك بقى وسكالا وكافكا وتراك الهدوب والبيج داتا والديستريبيوتد سيستمز. بعد كده لما رحت بولندا كان وضع مختلف تماما، كان بداوا هم شغالين كل حاجه سي اي سي دي، ما كنتش عارف يعني سي اي سي دي اصلا، ما اعرفش يعني تيست انتجريشن تيست، ما اعرفش يعني اوتوميشن، ما اعرفش يعني كونتينرايزيشن ولا كوبرنيتس، بس هم كانوا هيك مش مركزين على انك تكتب فانسي كومبليكيتد بايب لاين، ازاي تبني بايب لاين. فكان معظم الشغل ازاي تساعد المشين ليرنينج انجينير انك اوتوميت كوب تاف كونتينرايزيشن، ازاي تموف الكلام ده. فقعدت سنتين على الكلام ده. لما رحت شركه اتلانتا مثلا كان شغالين اوبس مثلا، او بقول السايكل انتو انت، فكنت بتعلم حاجه اسمها تيرافورم واي دبليو اس والتراك بتاعها. فالقصد اقول ان هي مش هتيجي من يوم وليله، لكن انت تخرج تعلم، تلاقي حد بيقول لك انت محتاج تعرف 10 حاجات فتعلمهم كل مره واحده، فاهم؟ بس نيجي بقى النقطه بتاعت علي. انا قبل ما تخش في النقطه دي انا بس عايز اضيف حاجه، يعني احنا عايزين نوصل للسكيلز اللي تخليني هايربل. يعني انت قلت بايثون وبعدين سيكوال، بيزك بايثون وسيكوال، بعدين يدور على جونيور ديتا انجينير بوزيشن. غالبا الجونيور ديتا انجينير بوزيشن هو مش موجود، ولو كان موجود فالحاجات دي مش كفايه يعني. ده او جونيور داتا لا ليه، ما انت لو انت عارف، لو انت عارف بايثون وعارف سيكوال وعارف داتا موديل، تعرف ديزاين بيزك، فاهم يعني داتا موديل، فاهم البيزك، تبدا تعمل الكلام ده، ممكن تلاقي بوزيشن. طب يعني عايز اب سكيل سنه في الحته دي، ممكن اروح للداتابيز بقى افهم داتابيز شغال ازاي، ابدا ادوس تفصيلا اكتر انجن شغال ازاي في الداتابيز، البوزيشن بتاعت الداتابيز نفسها او يعني التاسك بتاع الداتابيز بتتم ازاي، ازاي افهم السايكل اند تو اند بتبني ازاي. اعتقد دول بيز اصفيك انك انت تقول لي واحد خرج ادرس هدوب ودرس سبارك ودرس كافكا وكل الكلام ده كتير جدا. ممكن بعد ما تبدا تعلم البيزك ده لو انت ما لقيتش بوزيشن، ابدا بقى اعرف مثلا الانترودكشن تو ديستريبيوتد سيستم مثلا، بعد كده ابدا اعرف سبارك مثلا، انتم منتشر جدا في السوق، بعد كده تعرف ده، ابدا امبلمنت بقى جوبس كتير، وابدا اشتغل على ديفرنت سكيل. يعني ما اعتقدش ان في حد هيبدا في المجال هنقدر نقول له مثلا تعلم كل الحاجات دي مره واحده. ممكن مثلا اقول لك خد الكتاب بتاع مثلا داتا هاوس تول كيت، وابدا مثلا اول 5 شابتر منه مثلا، يعني انت هتعرف داتا موديل، بس ايه اكزامبلز بقى امبلمنتد ازاي مثلا. في شركات كتير دلوقتي اصلا الستاك بتاعها ما بقاش بيج داتا قد ما هو ازاي ديزاين داتا. يعني في شركات مثلا ماسكه فلو دي بي تي مع بعض، از هم دول الداتا بايب لاينز بتوعنا. في شركات مثلا بتقول لك انا مش محتاج اصلا كومبليكيت في الداتا، بس ازاي سكيور الداتا، ازاي اعمل انكريبشن للداتا، ازاي اخزن الداتا اصلا، عندهم مشكله. حتى الداتا بيز نفسها ما بقاش برضه الكومبليكيشن بتاع انك بتعرف تير داتا تفصيلها شغاله ازاي قد ما دلوقتي بقى مثلا ريد شيفت وسنوفليك بقت مسهله الدنيا على الكلاود قوي، ما بقاش محتاج تمانج اصلا. يعني كان زمان الرولز حتى فيها اجزاء لها علاقه بالسبورت، دلوقتي الناس بتوفلود بوزيشن بتاعت السبورت وما يستخدموا كلاود سوليوشن دي. فطبعا هو في حاجات كتير في المجال، بس هي انا شايف البيزك ان ابدا بسيكول وابدا بايثون وتمكن منهم، وابدا اعرف داتا بيز انجن شغال ازاي والداتا هاوس داتا موديل. ده في داتا انجينير هو ده البيزك. وانا شايف ان اي حد يروح شركه تلاقيهم قاعدين بيسالوا، طبعا هو الشركه حقها، بس جونيور بوزيشن يعني يسالوا مثلا انت تعرف سبارك، تعرف كافكا، تعرف الكلام ده. يعني ممكن يسالوا في الديستريبيوتد سيستم، يديله مثلا تاسك يقول له عندي فايل 1 جيجا بايت مثلا، والسؤال ده كان بيتسال في بولندا مثلا مشهور جدا السؤال ده، يقول لك عندي فايل 5 جيجا بايت وعايز عايز ابروس الفايل ده يعني مش امبالد يعني ديستربت بشكل ديستربت، اذا ديزاين سيستم من غير هدوب من غير سبارك. هو بيقول لك ديزاين السيستم اللي هي من الكلام ده. حتى انا اتكلمت في فيديو بعملها اونلاين، اتكلمت على الاكزامبل ده، قعدت اشرح ازاي ممكن تديزاين حاجه زي كده بسيمبل بايثون او جافا مع سيمبل شيل سكريبت زي ديزاين سيستم. فانك تفهم الحته دي اهم من تعرف التولز. التولز كل يوم بتتغير، والتولز بتشاين في وقت زي مثلا سبارك وكافكا وحاجات زي كده، ممكن في وقت تاني تلاقي مثلا فلينك وحاجات تانية بتطلع
بتنفس معاها يعني، فاهم قصدي ايه؟ طب لو انا عايز الناس تمسك الحاجة في ايدهم، انا عارف ان انا بقاطعك انك تخش على البوينت اللي وراه، بس لو انا عايز ادي الناس روح اتعلم ده، لا لا الديتا بيز برينسيبلز اللي انت بتقول عليها دي، الناس تتعلمها ازاي؟ ديتا بيز كورس مثلا على كورسيرا او حاجة زي كده، ولا في كتاب مثلا معين انت بتريكومنده للسكيل دي؟ لو حد خلص مثلا بايثون بيزك، بايثون بيزك سيكوال، وعايز يبقى هايربل اكتر، فانت قلت ان السكيل اللي وراها هي الديتا بيز برينسيبلز مثلا. يعني انا شايف في مثلا كتاب بتاع ديزاين داتا انتنسيف انجينير مثلا، داتا انتنسيف ابلكيشن، الكتاب ده مثلا اول 6 شابات منه مثلا بيشرحوا اساسيات اصلا في ازاي ديزاين داتا بايب لاينز اصلا، واول خمسة او 6 شابترز من الكتاب اللي هو بتاع داتا هاوس تول كيت بتاع كامبل. يعني شايف ان دول هيدوك اتاحه انك تعرف يعني خلاص عرفت بايثون كويس. طبعا انا هفضل اكد انك انت محتاج وانت لما تتعلم بايثون خش عليه كود، ابدا حل مارس بروجرامينج بشكل انتنسيف، انت مش وظيفتك تعرف البيزك مثلا في لوب شغال ازاي، لا ابدا فكر ازاي تحل مشاكل زي كده. ونفس الكلام مع السيكوال، خش عليه كود وحل سيكوال كتير، فانت كده عشان ما تنساش تتعلمه. مع الوقت بقى ابدا تخلي نفسك تعلم حاجات ازيد، شوف الكتاب داتا انتنسيف ابلكيشن وشوف داتا وهاوس تول كيت. يعني ذكرت الخمسة دول انا حاسس انت فعلا، انا لو لقيت حد قصادي جونيور لسه متخرج وعارف الحاجات دي، انا شايف اتورس ان انا اخلي جوني التيم، بالذات هو بيذاكر وبيقرا بميود الله، يعني بياخد الكتاب بيقرا وبيفهم، ولو حتى مش فاهمها بيدور عليها. يعني انا مش بقول لك اقرا يعني عدي معلومات، لا اقرا خد الجمله. يعني ممكن يقول لك مثلا، بيقول لك البي اندكس مثلا في داتابيس وهو شرحه بشكل يعني مش تفصيلي، خد ده تلاقي فيديوهات اونلاين، مش شرط تعرف تفصيل بس ابدا اعرف تفاصيل اكتر عليه، يعني فاهم قصدي ايه؟ طبعا لو انت خلصت دول ولسه ستيل عايز تدي نفسك ايدج في الماركت، اعرف انتدكشن ستيبل سيستم مثلا، في اكتر من كورس على الكلام ده، في فيديو في سلسله فيديوهات كده عملها بتاعت هدوب بتدي انتدكشن اكتر ما بتخش تفاصيل تكنيكات، يعني بتشرح التفاصيل ده كانت لطيفه. كنت شايف فيها جزء كنت مركز على حته دي اكتر من هدوب نفسه، زي الناس تفهم ستيبل سيستمز. وبعد كده بقى ممكن تبدا خلاص عرفت الاساسيات، ابدا ذاكر سبارك مثلا، بما انه اكتر تول مطلوبه في الاي تي ال بالذات في البيج داتا، لو مش في الداتا مش فارقه قوي، بس الحته دي اعتقد مهمه. وزي ما قلت لك خد بالك، ممكن شركه مش حاجه سبارك شغاله اير فلو ودي بي تي، هم عايزين بايثون وسيكوال، بس عايزين تكون فاهم البايب لاين شغاله ازاي والانجن شغاله ازاي، فاهم قصدي؟ فاهمك. هي ممكن برضو سؤال الكومون بيجي لي في الحته دي، هي حته انا قد ايه محتاج ابقى عارف بايثون او سيكوال؟ يعني امتى اعرف ان انا خلاص كفايه كده، ان هي انت فعلا لو غصت في البايثون انت مش هتخلص؟ يعني ايه اللي انا محتاج ابقى احس، يعني فين البوينت اللي احس فيها ان انا خلاص ممكن اموف للنكست ستيب؟ هو في نقطتين. النقطه الاولى انك انت تحل السيمبل بروبلم سولفينج عليها، يعني انت لو بتقدر تخش على مثلا الايزي، هقول كل الايزي بروبلمز عليه كود مثلا، وعرفت تحل الايزي بروبلمز دي، فانت كده عارف اساس البايثون خلاص، مش اكتر من كده. حلو، بعد كده ده ليفل اول. ليفل الثاني ان انت محتاج توصل له انك انت تقدر تعمل تاسكس على بايثون. خد مثلا شوف اي اكزامبل داتا بروجكت مثلا، من فايل واكتب في فايل ديزاين مثلا اي او مثلا اوبريشنز وكده، دي هتساعدك. والكورس اللي هو بتاع بايثون فور ايفري ون ماشي، هم وقتها عامل سلسله اربع كورسات او خمسه، انا مش فاكر كام ده، 5 كورسات تقريبا على كورسيرا، انا ذكرت زمان قوي. ايوه هم الخمسه دول، هو الراجل يعني حرفيا بيشرح، يعني انا حتى في ناس بتكلمني وتقول لي انا خريج مش عارف حقوق ولا تجاره، ما اعرفش اي حاجه عن البرمجه، بقول خد الكورس، راجل بيشرح فعلا اي حد حتى لو ما يعرفش حاجه عن المجال. طبعا مش بقول ان هي يعني مجال مش مهم او الموضوع ده هو اللي هيخليك تبقى خلاص تنين، بس بقول ان دول هم بيدوك، يعني خلصت الكورس دي مع الاسئله بتاعتها مع ليت كود هي دي بوش كويس. لا انا لو حد خلص الكورس دي مركز فيها ان هو بيشرح اساسيات البايثون البرمجه، وبيشرح ازاي اي او، بتشرح ازاي شويه هاندلنج للكود بشكل كويس. انا بتكلم على جونيور مش بتكلم على سينيور، السينيور ليها تفاصيل اكتر من كده بكتير، فاهم يعني؟ وكمان السينيور برضه مش بدون دخول تفاصيلها، السينيور بيختلف من شركه لشركه وبلد لبلد، بس يعني في سينيورز بيطلب منهم توقعات اعلى بكتير من الناس الجونيور او الانترميديت. فانا بتكلم الناس الانترميديت والجونيور، السينيور ممكن نتكلم ليتر في موضوع هو عليهم يعني. فلو بداوا بايثون فور ايفري ون الخمس كورسات دول، اعتقد كل واحد يخلص في شهر يعني، وممكن اسبوعين كمان، كورسات بسيطه جدا مع داتابيز، مع كتابين كل اول 5 أو 6 شابترز بالذات يعني في الداتا انتنسيف ابلكيشن،
اعتقد كويس جدا. وطبعا وانت بتذاكر هتلاقي حاجات تقصدك او توبكس. انا شايف ان احنا نبدا نسال، انا شايف يعني شوف كوميونيتيز مثلا، في كوميونيتيز على فيسبوك او على ريديت او على اي حته، وابدا اسال الناس يا جماعه انا قريت مثلا عن كميه فاكس دايمنشنز كتير بس انا مش فاهم الفرق الدايمنشن ده الدايمنشن ده، ابدا بص واقرا اكتر. يعني اعتقد دول هيكونوا بوش قوي جدا في المجال انك انت بتتعلم، لانك انت الافلو الافلو في حد ذاته هو مش يعني مش فيزياء زي ما بنقول. يعني هو ممكن تقول لنا ايه الافلو مع... احتياطي كده لو حد يعني مثلا لو احنا بنتكلم على اوركستريشن تول مثلا، لو بنتكلم على داتا بايب لاينز، في غالبا اسهل يعني هي اوبن سورس تول اسمها الفلو، هي بتستخدم في الاوركستريشن مثلا. تول اي ما كلها على بايثون، تكتب بايثون كود يوركستريت بين الستيبس بتاعت الستيجز بتاع الداتا بتاعتك، من اول ما نجيب الداتا من السورس للترانسفورميشن للودينج كل الكلام ده. فلو جينا بسيط اصلا الكود هي شغال ايه، كود شويه بايثون كوماندز او يعني سكريبت تحط جنب بعضها بتبني البايب لاين. فانت لو عارف بايثون هتعرف تبني ده بسهوله. لو عايز سيكوال تقدر تنتجريت معاه شويه لوجيك مثلا تبني الداتا موديل بتاعك مثلا. فانت ده اللي بقوله، انت الاثنين دول مع بعض ممكن يخلوك تخش في انتري بوزيشن في شركه شغاله على سكيل داتا مش كبير. مش بنتكلم مثلا على يعني مثلا لما كنا شغالين في اتصالات مرات كنا بنبروسس كل يوم من 2 ل 5 تيرا بايت اوف داتا مينيمم. فطبعا افلو مش ينفع مع الكلام ده، وساعات الناس بتركز على ان هي تروح للتولز اي تي ال هيفي يعني. بس طبعا ما عندناش حاجه زي كده، الشركه عندها مثلا جيجا بايتس في اليوم مع ديبيز انجن كويس هتقدر تشتغل عادي مع افلو مثلا شويه سيكو زي دي بي تي مثلا تول اعتقد كنت عليها قبل كده، تستخدم انك تبني مودلز مثلا بشكل منظم يعني عليها. جميل جدا. ممكن بقى اخيرا تخش على سؤال علي. انا بس كنت عايز اقول حاجه اخيره يعني كنت عايز اقول برضه ان الداتا انتنسيف ابلكيشنز بقيه الكتاب في جزء كبير في الكمبيوتر سيستمز لطيف برضه، لو حد كمل في الكتاب فهو ممكن يبقى مفيد يعني. هو انا قلت اول بعشبات بس بصراحه يعني للامانه يعني الكتاب يعني في حاجات كتاب حلو يعني في كتب بصراحه انا بحس ان هي يعني ديزايند ان هي اي حد يعني مش اي حد يعني بس اقصد يعني هو فعلا يعني يعني هو كتاب حلو مش شرط انك انت حتى يعني حتى في ناس اصحابي شغالين سوفت وير انجينير بعد كده بداوا يموفوا للداتا اريا يعني طيب من اول كنت بقول ايه هو الكتاب ده يعني لطيف جدا. هو بيتكلم عن حاجات انا شايف ان هي بيزك تكون عارفها يعني، ف يعني يا ريت الناس كتب انا بريكومند الكتاب عامه يعني. جميل جدا. عايزين نخش على سؤال بقى الديتا سيرفيسز انجينير اللي عليه كان سأل عليه ده وايه اللي هو سوفت وير انجينيرنج ديتا ده بيفرق ايه عن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. هو سؤال علي بصراحه سؤال كومبليكيتد بس هو انا مش هجاوب على سؤالي تحديدا بس انا اقول ان هتكلم عامه بقى على الفانكشناليتي في الشركه. اولا يعني لو جينا مسكنا مثلا باشا كان انجينير ماشين ليرنينج انجينير انا اشتغلت في تو يعني في تو كومبانيز في بولندا وفي انجلترا، والتايتل يعني والفانكشن كنت عامله جواها مختلفه تماما. في حاجه كنت مركز على ماشين ليرنينج فعلا، في حاجه كنت مركز على الاوبس بس. فانا هي بقول المعلومه دي مش عشان اقول ان انا اشتغلت مرتين بنفس البوزيشن بس عشان اقول ان هي فعلا على حسب الشركه. فنرجع بقى لنقطتنا، لو في 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 كذا جزء في الداتا انجينير فانكشنز بنعملها، في جزء له علاقه بالبايب لاينز بس. حلو، في شركات عايزه واحد يبني البايب لاينز بس مش محتاجه منه اكتر من كده. في الغالب يعني ايه يعني 80 مثلا في المية مش حتى مش 90% او 70% من الشركات بتقصد على ده انجينير بالسينيوريتي بتاعته، انك انت تعرف تفصيل اكتر ازاي تبني كومبليكيتد بايب لاينز سواء باستخدام تولز مثلا بوبولار مثلا وسهله زي مثلا افلو وكامدا او بتولز مثلا كومبليكيتد زي سبارك مثلا وكافكا وكده. ستيل الاثنين دول يندرج تحتهم داتا انجينير. حلو، طيب في شركات تانية بتبقى عايزه من داتا انجينير شويه اوبس ورك. يعني اوبس يعني ايه؟ يعني يعرف في ديزاين السولوشن، مش يعني هو يعني مش هديك سيستم واقول لك ابني بايب لاين من هنا لهنا، لا انا هديك السيستم واقول لك ايه السولوشن. انا هطرح عليك سؤال يعني انت محتاج تجاوب على السؤال ده، ايه السولوشن المفروض اعمله عشان اجيب الداتا دي من هنا لهنا، وازاي ديبلوي السولوشن ده. طالما الشركه طرحت عليك السؤال ده ازاي هعمل السولوشن ده وازاي هديبلوي السولوشن ده، داخل فيها شويه اوبس. في شركات بتفصل ده از بوزيشن لوحده ماشي بالتفاصيل بقى، بزيت اوتوميت السايكل زي تبني السي اي سي دي بروسس بتاعت الكوب بتاعتك للداتا دي، ازاي تديبلوي الانفراستراكشر بتاعتك لو هبني مثلا داتابيز او هبني بايب لاينز، ازاي تديبلوي دي لو بستخدم كلاود سولوشنز. الحته دي تحديدا لو انا هدخل فيها انجينير ممكن تفصل از اوبس مثلا يعني داتا اوبس انجينير مثلا. وده مثلا في شركات انا مش عايز اذكر اسامي شركات عشان انت عارف برضه
يعني بس في شركات معينه في اوروبا مثلا مشهوره يعني عندهم اوبوزيشن اسمه داتا اوبس انجينير يعني هل ده يعني حتى بس ما هي بوزيشن دوت حلو. وفي ناس تقول لك السيرفيس بقى اكتر ان هي ما لهاش علاقه اصلا بالبايب لاينز، هي لها علاقه بالبلاتفورم والمينتينبيلتي بتاع البلاتفورم وتشوز الديزاين. برضو في شركات بقى عندها بوزيشن ده تحديدا، في شركات بسبب ناس صغيره او ميديم، خلينا ميديم مش صغيره، بيبقوا عايزين حد يعمل الاثنين مع بعض فاهم. طيب مش الليرنينج انجينير بيبقى واحد عارف بايب لاينز كويس، عارف بايب لاينز بس بيحتاج حاجات شويه، محتاج مثلا يكون عارف مش الليرنينج. يعني مثلا في بولندا قالوا ان انت يعني كان الشرط بتاع بوزيشن انت بتعرف ماشين ليرنينج، كنت سالت ماشين ليرنينج في الانترفيو وحتى قالوا لي ماجستير بتاعك شغال في ايه وتسالت التفاصيل دي. انا حتى كنت قاعد اقول هو ماله، انا بوزيشن مادي بيج داتا، انا مالي ومال الماشين ليرنينج. لما رحت هناك بقى فهمت ان هم تفصيلين، يعني عرفت ان هم لا ده انا باخد شويه مودلز باوتوميتد سايكل، بعمل لهم التريننج سيت بتاعتهم، بديبلوي المودل دي بحطها في كونتينر واعرف ازاي ارن المودل في كونتينر واحط جزء من البايب لاين بتاعي بتاع داتا برودكشن، وازاي ان انا اكل المودل ده اون ذا فلاي از داتا بايب لاين. فدي كانت بوزيشن لوحده. يعني انا كنت في بولندا انا شغال داتا ماشين ليرنينج انجين بس ماليش علاقه باي حاجه تانية، يعني ماليش علاقه بالسيرفيس، ماليش علاقه بالديبلويمنتس مثلا بتاعت البايب لاينز الثانيه، انا ليا علاقه بالديبلويمنتس بتاعت ماشين ليرنينج بايب لاينز بس وانتجريتي بتاعها مع الداتا. كان في حته تانية برضو، حته ان ممكن في شركات تكون عايزه في السيرفيس انجينير او السوفت وير سيرفيس انجينير كان المساهم بتاعه ايه، ان هو كمان يقدر يكتب الانفراستراكشر از كود pipelines. يعني مثلا انا ببني، انا عايز ابني عايز ابني مثلا اكتب شوب على برودكشن وعايز اكاري باكيت مثلا، باكيت اللي هو الفولدر او الستورج اللي احط فيها الداتا، عايز مش عارف اكاري داتابيز، عايز اعمل كل الكلام ده بنكتبه از كود ما بنكتبوش عن طريق كونسول. فعايز ان انجينير يكون عارف الكلام ده. الانفراستراكشر از كود ده ممكن تشرح بيفلي كده، هو يعني عباره يعني انا مثلا لو انا عايز زي احجز ستورج مثلا او اقوم داتابيز او اني زي ما انت قلت كده اعمل اس 3 باكيت او ان انا اقوم كونتينرز او اوركستريت، يعني دي الحاجات دي كلها يعني تعتبر انفراستراكشر از كود، بتعمل زي كود كده كونديشنال conditions كده ان هي لو حصل كذا قوم لي السيرفيس دي وبعت عليها الداتا وكده. هل ده معنى الانفراستراكشر از كود؟ انا بحب اشرحها باكزامبل لطيف جدا. يعني حصل لي يعني كنا عايزين نكريت 800 جوب بتعمل 800 فانكشن مختلفه، ونكريت لهم شويه ريسورسز ونديليتهم بعد ما نخلص عشان مش عايزين نسيبهم شغالين. هل فاي تفكير واحد نايف عارف لو يعني نزل حضر واكتشف فجربت ايه ده، انا هخش على كونسول يعني على اليو اي، اخش مانيوال اكريت 800 جوب واكريت 800 فولدر واكريت، لا هو اكيد في حاجه غلط. يعني اكيد يعني لما تلاقي حاجه نفسك كاي انجينير كسينس انت ما حاسس دوبليكيت بتحس ان هي في حاجه غلط يعني. فسالت الناس قالوا لي اكيد مش هادي، يعني انت بتعمل يعني تفكير انت بتعمل ده انت رايح في اتجاه غلط اصلا. في حاجه اسمها مثلا كتبنا حاجه اسمها تيرا فورم، قال لك لا انت تكتب كود هيكريت لك الجوب دي وكود يكريت الريسورس ده حطه مثلا في لوب مثلا هو يكريت الكلام ده كله اوتوماتيك. طب والمعظم صح هتعمل سيمبل كود ده هتعمل سيمبل فيه كونديشن يعمل الكلام ده. تقوم ايه ده يعني انفراستراكشر دي على الكلاود بتتكريت عن طريق كود؟ قال لك اه. فهي دي السيمبل ايديا بتاعتها، انت ما بتعملش انفراستراكشر زي كود عشان فراغ، يعني انت قاعد فاضي مش حاجه تعملها فانت عامل انفراستراكشر زي كود، بتعملها عشان يعني اديت البيزك كونديشن انك انت عايز تبقى عندك حاجه طريقه تكري بيها مين ريسورسز عن طريق كود. وكمان من الاسباب التانيه مش شنكه بصراحه، هو نستخدمها عشان اسباب تانيه. لو انت عندك مثلا انفايرمنت وعايز عايز تعمل كريشن للريسورسز بشكل منظم عشان تتراك ريسورس كريشن وعايزين تريبليكيت ده في انفايرمنت تانيه، مش تعرف انك انت تعمله بشكل يعني مانوال، هيبقى صعب جدا بالذات الريسورسز وتفاصيل النتورك والكلام ده. طبعا بشرح ببساطه مش عايز اخش في كومبليكيشن مع ناس تسمعني، بس هو بشكل عام تخيل ان في شويه سكريبت بيكريت الكلام ده زي ما كنا زمان بنعمل مثلا resources creation عن طريق مثلا شير سكريبت. زي بدل ما يبقى شير سكريبت دلوقتي بقى في تول جاهزه بتعمل الكلام ده. يعني انا مش عارف انا جاوبت على صوت عالي بشكل يعني expect answer ولا لا، بس اللي انا عايز اضيفه الحته بتاع السؤال عالي ده هو ان كل شركه انت لو انت بتتارجت بوزيشن معين محتاج تشتغل فيه اكتر. يعني دلوقتي انت عندك سكيلز معينه في السبارك مثلا، وسوري في يعني في سبارك مثلا والداتابيس،
دول كده انت هتفضل مدى حياتك تديب 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 فيهم. يعني انت محتاج تنوع يعني تدوس ديبر على الليفل ده. بس في بعض الشركات دلوقتي مع الوضع الناس شركات بتحاول تقلل العماله او يعني هم يخلوا التيم سكوادز فالتيم زي ما اكتر من حاجه فتكتب خش وايد شويه. فانت مع الوقت بتعرف يعني مثلا انك انت مع الوقت بتاكل كل شويه تاخد تول جديده تتعلم فيها تعرف شغلك. مش انت شرط تكون اكسبرت في كل التولز يعني. يعني انت شغال داتا في يعني كونتينرايزيشن مثلا زي تدوكرايز شغلك مثلا دي كده انت خرجت بره حته الداتا وايد شويه. فكان ممكن تشوف مثلا يعني ايه انفراستراكشر از كود يعني ايه كلاود يعني ايه يعني من ضمن حاجات اكتشفها بعد شويه لما تخش في تفاصيل اكتر تعرف ان محتاج تعرف شويه حاجات في الداتابيز بقى انجنز نفسها تفاصيل بينهم ايه تبدا تقرا شويه حاجات برا الليفل اللي شغال فيه. فانت هتفضل مدى حياتك شغال في زي ايه ايتريشن او في انك انت بتديب دايف في الحاجه انت عارفها. يعني انت مثلا بتعرف تكتب سبارك خش بقى تفاصيل اكتر تعرف سبارك شغال ازاي سيريلايزيشن شغال ازاي الميموري مانجمنت شغال ازاي الفرق ما بين انك تعمل مثلا حاجه كاش مثلا بريزستا وازاي والكلام ده بيحصل وانك انت تبدا تجو وايد بقى شويه تعرف. يعني مثلا انا كنت بكتب سكالا وانا في دبي حلو لما رحت بولندا كان الناس بتقول لي ايه السكالا كنت بتكتبه ده يعني ده شكله يعني انت بتكتب سكريبتنج ده كتبش سكريبت والله ما اعرفش بس انا يعني ده اللي بعرف اكتبه هو بيشتغل تروي اي لا طبعا ده كود وحش جدا وسكالت كيبش كده حتى بقى يعني بولندا كان دايما اقول لسه ما اشتغلتش بيج داتا ده ما عادش اشتغل حاجات علاقه بالديفلوبمنت بيزك يعني ابني زي سي اي سي دي كنت عارف يعني سي اي سي دي ابني بايب لاينز اكتب يونت تيست يعني حته يونت تيست دي كنت عارف لو ايه انا اسمع عنها في الكليه بس يعني هي فعلا في البرودكشن مهمه بلح ما كنتش عارف عنها اي حاجه خالص. رحت بولندا بدا اكتب يونت تيست واعرف ازاي اهميتها واكتب كل حاجه اعمل يونت تيست وانتجريشن تيست واعمل دوكرايز الشغل بتاعي وبكتب سكالا بشكل فانكشن شوف يعني سكالا دي كنت اكتبها بشكل فعلا فعلا انا كل شوف تيربل يعني يعني فاهم كل شوف كود كنت اكتبه زمان انا ازاي كنت اكتب كده يعني. فاقصد انت هتقعد بقى توسع شويه حاجات كده مع الوقت. هي دي الفكره ان الخبره ما بتجيش مع الوقت يعني سوري الخبره بتيجي مع الوقت. الخبره مش تيجي انك تخرج حرف كل حاجه مره واحده. انا شايف انك انت متخرج من الكليه تبدا تذاكر شويه حاجات تولز الاساسيه بعد مع الوقت تبدا تاخد تول كده وتتعلم. فكره حد يتخرج ياخد تول يشتغل مدى حياته دي بصح في مجال بتاعنا صعب بالذات في مجال الداتا. احنا كل يوم في تول بتطلع كل يوم الكلاود بتاع السيرفيس دي بنستخدمها. يعني انا شايف ليه نظام انك تاخد نص ساعه كل اسبوع تذاكر في حاجه جديده سواء في مجالك او الحته اللي هي انت بتديب دايف فيها او الحته الاوسع شويه عشان تقدر تحصل فيها اكتر نوليدج. يعني هو انا عندي يعني راي تقريبا مقارب جدا لرايك في الحته دي اللي هي فكره ان الشخص لازم يبقى جامد جدا في حته واحده بحيث ان هو يبقى هيربل فيها. هو انا ماشي ما فيش مشكله ان انا ابقى شخص جامد مثلا في بستخدم الاستاك بتاع دي بي تي وسنوفليك ومثلا لوكر وانا جامد جدا في الحته دي. بس لو الواحد عايز يوبتمايز على قد ايه هو هايربل قد ايه هو قابل للتوظيف فهو لازم يبقى كل شويه بيزود الويدث بتاعه ان هو يتعلم تولز جديده وسكيلز جديده نوعيه تاسكات هو ما كانش بيعملها قبل كده. لان زي ما قلت ان ايه مثلا انت بتلاقي ان في نوعيه يعني في حاجات مثلا سكيلز انت نوعيه تاسكات بتنفعك اكتر من التولز. مثلا الشركات الفانج الكبيره زي فيسبوك وامازون وكده يبقى انت في امازون اصلا بس انت في اي دبليو اس بس لو الشركات الكبيره دي ساعات بيبقى كتير قوي عندها الان هاوس تولز دي فمش بتستخدم التولز اللي انت قعدت فتره كبيره تتعلمها. بس الايدياز الافكار نفسها ونوعيه التاسكات بتبقى مقاربه ما بين الشركات وبعض. فبيبقى الاوبتمايزيشن فانكشن بتاعتي في الكارير هي فكره ان هو شخص يبقى جامد قوي في حته واحده وونس ان هو يوصل للحته دي يبتدي يزود الويدث قدر المستطاع. انا عندي تعليق دي وانا في دبي كنت بدات اقدم على شركات فكنت مثلا انا كنت بعمل ماجستير بس كنتش يعني كنت بحب ماشين ليرنينج بس كنتش دايس فيها قوي. يعني لما بدات مثلا بذاكر ماجستير حصل الصدفه ان انا في الشركه في بولندا كانت عايزه حد يكون بيج داتا بس عايز ماشين ليرنينج. مش بقول ان اتقبلتش عارف ماشين ليرنينج ان هم الشركه نفسها بتعين ناس بيج داتا بس ما كانتش مش شاطر ماشين ليرنينج. بس البوزيشن ده حظي جه ان انا كان عندي ايدج في الحته دي مع اني كان عندي قصور في حاجات ثانيه. يعني ما كنتش عارف سكالا كويس مش عارف سيرفيس دي كويس ثم قالك لو عارف سبارك وعارف داتا بلاتفورم مع مع مثلا ماشين ليرنينج. نفس الكلام وانا في بولندا مثلا وانا كنت عايز مثلا عايز انقل لندن مثلا كنت دور على شركات في لندن فلقيت ان الشركات عايز حد يكون عارف كلاود مثلا وانفراستراكشر مثلا ودوكر مثلا او كونتينرايزيشن فبدات اذاكر الحته دي. لما رحت لندن مثلا كنت محتاج ان انا اجو اكتر مثلا توورد اركتكشر وعند بيز تفصيليا اكتر الوقت ده والموديلنج كنت قاعد يعني وانا في بولندا كنت قاعد عن الموديلنج اكتر. ف
اداني ايدج مثلا، انا كنت بقدم على البوزيشن بتاع السوشيال اركتكت مثلا في امازون يعني في دبليو اس. فالاصل اقول ان دايما ممكن يبقى حته صغيره ذاكرتها مع الوقت، حتى كتاب معلومه يعني. انا في مره في انترفيو حتى في انترفيو بتاع دبليو اس سالت سؤال حاجه لها علاقه بالدبل اندكس، يعني الموضوع ده بقول للناس يعني انا اصلا ما اعرفش شغال ازاي دبل اندكس، يعني كل معلوماتي عنه ان هو كان مثلا يعني عندي كان عندي معلومه صغيره جدا عن قريتها في كتاب. فلما جه حد قال لي ازاي نمبلمنت دبل اندكس، قلت له انا ما اعرفش دبل اندكس نمبلمنت ازاي، بس انا عارف هو شغال ازاي وعارف السنجل اندكس شغال ازاي. وقلت له يوز كيس، قلت له قريتها في كتاب كذا كذا كذا، وقعدت اشرح له الموضوع. قلت له انا قريت كتاب ان هو كان بيستخدمه عشان لوك ايه على التيب، مش هتخش تفصيل تقنيه يعني. المهم قعدت اشرح له انا قريت ايه في الكتاب، بس انا ما دخلتش تفصيلا يعني فهمت هو شغال ازاي. الراجل انبسط من كده جدا، حتى بعد ما دخلت قال لي انبسطت جدا انك انت على الاقل قريت المعلومه، وانا انصحك بعد كده تاخد معلومه ما تعديهاش وحاول ديب دايف عنها يعني والكلام ده. ف يعني دي نقطه انا باكد على كلامك، انك انت ممكن معلومه زياده قريتها عن كورس او في حاجه ازيد من المجال بتاعك او ازيد من النقطه اللي انت كده مهتم بيها، تساعدك في انك انت تبقى مو هيربل احيانا برضو. دايما في معلومه بقول للناس اللي هو ساعات احسن وحشين، يعني انت ممكن اصلا كل الجايين في البوزيشن، انا مثلا بقول مثلا في بوزيشن معين اتقابلت فيه المره قعدت على مديري قال لي هو احنا كنا عايزين حد بسكيلز معينه ما لقيناهاش اصلا، فانت كنت احسن واحد في السكيلز اللي كانت عارف عايز يقول انت احسن وحشين يعني. عايز اقول لك ما قلت كده، انت كنت بتمدحني ولا بتذمني يعني، بس هو كان بيقول كده يعني انك انت انا كنت عايز حد ولقيت فخليت كلكم زي بعض، بس انتك عارف معلومه زياده او حته زياده عن بيت الناس فجبتك. يعني ممكن فعلا انت مش حاسس ان هي مهمه يعني، يعني داتا موديل ايه اللي خاف داتا موديل بعد كده انت عرفته فدخلت في الانترفيو فكلمت عنه فلقيتك اشتغلت في الحته دي، وانت اصلا مش واخد بالك ان هي كانت هي دي النقطه العامل اساسا انك انت ممكن تعينت ان هو كل الناس تعرف سبارك وانا في بايثون وانا في سيكوال. فايه الحته بقى ممكن تديك ايج او تديك حتى ايج في النيجوشيشن على البوزيشن بعدين يعني، فاهم مقصود ايه؟ او انا مقتنع جدا بكلامك يعني، انا يعني ما فيش حته انا كويس فيها غير واعرف حد اشطر مني قوي فيها. الحاجه الوحيده اللي بتدي اللي انا شايف انها بتديني ايدج في الانترفيوز ان انا عندي ويتس اللي هي عندي ويتس عالي في حته انا عارف حاجات كتير حتى لو انا مش عارفهم من دبث. ففكره ان فعلا حته احسن الوحشين دي انا بريليت ليها جدا وانا مش اوفندد بالموضوع، فاهمني؟ لو انا عارف في الاخر انت بتحاول تدور على حاجه مناسبه ليك. ف فعموما احنا يعني هحاول كده سمرايز الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا الاول اتكلمنا على الديتا انجينير بوزيشن وازاي هو مختلف بين الشركات، فكره ازاي الكومباني بيزنس بيأفكت الحاجات اللي انت ممكن تعملها جوه. ممكن في شركه يعني حسب الاكسبيرينس بتاعتك حتى انت ممكن تبقى محصور في مجموعه تاسكات معينه، ولما تروح شركه ثانيه تعمل تاسكات ثانيه تماما ويبقى هنا التايتل ده زي التايتل ده. وممكن في شركات بتعمل نفس التاسكات، بس حتى لو انت عملت نفس التاسكات فانت بتحتاج زي دبث في معلوماتك في التولز اللي انت بتستعملها وطرق تنفيذ التاسكات بتاعتك دي. ساعات الويتس ده بيضيع منك يعني فكرة انك بتعمل حاجات كتير، دي بتبقى عادة في الشركات الصغيرة والميديم ده بيضيع منك انك تبقى شاطر قوي في حتة ازاي بتعمل الحاجة دي. ده التيكاوي بتاعي على الاقل يعني، انتربتني لو انا في حاجة غلط بقولها. واتكلمنا شوية عن البيزيك ريكويرمنتس بتاعة الديتا انجينير، وان انت قلت ان رأيك في الموضوع ان هو هنتعلم بايثون نتعلم سيكول ويقرأ الكتابين. واخيرا بقى اتكلمنا على الويدث بتاع النوليدج فيرسز ان احنا نخش نعرف حته معينه قوي او اللي احنا بنسميها الدبث. حد عايز يضيف كلمه اخيره قبل 10 ثواني اللي هنقفل فيهم الكول؟ عظيم جدا، نشوفكم في حلقه جايه في الحلقه الجايه ان شاء الله، وما تنسوش تبعتوا لنا الفيدباك على الحلقه. مع السلامه.